اسأل أكثر. حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم. انتخابات مبكرة، ذلك ما تتجه إليه الأمور في تركيا بعد إعلان حزب العدالة والتنمية فشله في التوصل إلى حكومة ائتلافية عقب مفاوضات ماراثونية خاضها مع أطياف حزبية آخرها حزب الشعب الجمهوري. مآل تكهن به مراقبون للساحة السياسية التركية وهم يحللون التحول الدراماتيكي في تعاطي العدالة والتنمية الذي يسير شؤون البلاد حاليا مع الأكراد، ما خبر عن خلاف مطلق تستحيل معه حكومة بالتوافق. أما حزب الشعب الجمهوري فلم يرى ضرورة للحديث عن الانتخابات المبكرة الآن، ولا يزال في عمر المدة القانونية للتفاوض أسبوع كامل. في صالح العدالة والتنمية تأتي هذه التطورات وفق البعض، غير أنها غير مضمونة النتائج، خاصة وأن الحرب التي بدأت تركيا على حزب العمال الكردستاني قد تغري القوميين الأتراك بالوقوف مع العدالة والتنمية في اتفاق مؤقت، لكنها قد لا تعطي نتيجة مضمونة لتقدم في الانتخابات المبكرة. ما مكامن الخلاف التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية؟ وهل تقبل تركيا على مرحلة يخرج فيها الأكراد من البرلمان؟ وهل تتوجه إلى مرحلة مضطربة اقتصاديا؟ الآن نبقى مع تقرير مراسلنا سامي الأسمر ثم نبدأ حوارنا لهذه الليلة. بعد جولات من المفاوضات وصلت أحزاب البرلمان التركي إلى النتيجة المتوقعة، الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية، وبالتالي أصبح خيار الانتخابات البرلمانية المبكرة أقرب من أي وقت مضى. آخر الجولات كانت بين حزب العدالة والتنمية الذي احتل المركز الأول، في حين جاء في المركز الثاني غريمه حزب الشعب الجمهوري. هذا الأخير أعلن أحد مسؤوليه أن المفاوضات مع الحزب الحاكم لم تصل إلى أي نتائج، ربما لأن خيار الانتخابات المسبقة كان الحل الأمثل للأزمة بالنسبة إلى زعيم العدالة والتنمية أحمد داود أغلو، وربما أيضا بالنسبة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هناك فروق أيديولوجية كبيرة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، ولذلك لم تقلل محاولة التقارب بينهما بالنجاح بسبب الخلافات السياسية السابقة، كما أن حزب العدالة في الحقيقة لا يريد حكومة مع حزب الشعب. هو فشل قد يراه البعض هروبا من فشل سابق، فالحزب الحاكم لم يتمكن من الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفردة، وبالتالي لا ضير من خوض جولة انتخابية أخرى في ظروف مغايرة قد تفضي لعودة الأمور إلى ما كانت عليه. حزب العدالة والتنمية يريد انتخابات برلمانية مبكرة لأنه يسعى لتشكيل حكومة بشكل منفرد. لقد خطط للعديد من المشاريع بعيدة المدى، منها السياسية والاقتصادية، ولذلك فإن أي حكومة ائتلافية ستعطل طموحاته. لكن غياب حكومة منتخبة في الوقت الراهن قد يضع تركيا وفق البعض في نفق لا تعرف نهايته، فأنقرة تشن حربا متعددة الجبهات على من تسميهم منظمات إرهابية، وعدم الاستقرار السياسي من شأن أن يقوض أو يطيل حرب تركيا التي توزعت أهدافها بين داخلية وخارجية. وبغض النظر عن ذلك، فإن العجز عن تجاوز الخلافات في تشكيل الحكومة قد يكون مؤشرا لأزمة سياسية بحسب خبراء قد تتوسع للمجالات كافة. الفشل في تشكيل حكومة قد يكون له تأثير على الحياة السياسية وبالتالي الأمنية، لكن الحال في تركيا وفق محللين قد يكون مجرد مناورة من الحزب الحاكم للعب وقت إضافي، فلعله يسترجع مقاعد خسرها في الوقت الأصلي للانتخابات. سامي الأسمر، أرضي، إسطنبول. مشاهدينا، ضيوف حوارنا لهذه الليلة من إسطنبول المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية جواد بوك، ومن إسطنبول أيضا المحلل السياسي أوكتاي يلماز. بإمكانكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا معنا وتدعموا وجهة نظر أحد ضيفينا الكريمين عبر صفحتنا على موقع تويتر RTAR Newsroom لدعم وجهة نظر ضيفنا من إسطنبول سيد جواد بوك. اضغطوا على علامة الإعجاب فيفوريت أو ادعموا وجهة نظر ضيفنا أيضا من إسطنبول أوكتاي يلماز بالضغط على علامة إعادة التغريد ريتويت. مرحبا بكم ضيفي الكريمين، أبدأ معك سيد جواد، يعني هل نحن أمام حالة فشل متوقعة بالفعل سببها ليس ما حدث من حراك في تركيا في الفترة الأخيرة وإنما كانت متكهن بها سابقا؟ مشكلة في الصوت. الحقيقة أن الحكومة التركية حزب العدالة والتنمية هم تعودوا على إدارة البلاد بشكل حزب واحد، لكن الشعب التركي أرادوا
في الانتخابات الأخيرة أن يحسبهم أو يحاسبونهم بأنهم عليهم تصحيح الأخطاء. هناك كانت أخطاء في السياسة الخارجية، وهناك كانت أخطاء في قطاع التعليم خاصة وبعض المسائل الأخرى، لكنهم لم يتعلموا دروسا من هذه الانتخابات الأخيرة، وهم لم يقبلوا أي خطأ في السياسة لهذه الحكومة. ليست الحكومة حكومة معصومة ومبررة من كل الجهات، ومع الأسف الشديد خاصة في السياسة الخارجية هم كانوا فاشلين، لكنهم لم يقبلوا ولم يقبلوا بأي خطأ منهم. الرئيس أردوغان في دعاية وحملة انتخابات الأخيرة كان يدعم حزب الحاكم حزب العدالة والتنمية وكان يشتغل لهم، لكنه كان يهاجم على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الركبتين اللتين طرحتان كانت فقط الخارجية والتعليم حزب العدالة والتنمية. سيد جواد، يعني الخارجية والتعليم هذان هما الخطان العريضان اللذان وقفا في وجه الوصول إلى حكومة ائتلافية. نعم، يعني هناك كانت شروط للأحزاب المعارضة في الحكومة التحالفية خاصة السياسة الخارجية، كانت من الشروط الأساسية لثلاثة أحزاب المعارضة، لكنهم لحد الآن لم يسمعوا لا الإنذارات وتحذيرات في داخل البلاد، ولم يسمعوا لإنذار الخارجي من قبل روسيا وإيران وجيراننا سوريا والعراق. طيب دعني أنتقل إلى ضيفي سيد أوكتاي يلماز، لعله نعم لازلنا نواجه مشكلة يبدو أننا في الصوت مع سيد أوكتاي. سيد جواد، يعني أخيرا هذا التصنيف الذي وصفتموه بأنه فشل وبأن الحكومة التركية حكومة غير معصومة وبأنها يجب أن لا تتصرف بهذا المنوال، يعني ألا تعتقدون بأنه إذا حصلت انتخابات مبكرة فقد تكون النتائج إلى صالحها؟ لا، ليس هكذا، لأنه لحد الانتخابات هناك أحداث كثيرة تقع. يعني بلادنا في الشرق الأوسط لم يستقر بشكل استقرار كامل حتى نعرف أنه ماذا يحصل بعد أسبوع بعد أيام بعد ساعات. أنه كلما يأتي جنائز من شهدائنا شهداء الجيش التركي قتلى الجيش التركي يشير إلى فشل السياسة الحكومة التركية، لأن الحكومة التركية كانت ناجحة نسبيا في تعاملها. طيب دعني أسأل سيد أوكتاي يلماز، يعني لكنهم في ضيفي سيد جواد، لعلنا في أثناء مشكل الصوت لعلك لم تستمع إلى مداخلتي، كان يقول بأن حكومة العدالة والتنمية غير معصومة، حكومة فشلت في كثير من النقاط منها الخارجية والتعليم، هذه النقاط أدت إلى حالة الفشل في الوصول إلى حكومة توافقية، ما رأيك؟ السيد الكريم صوتك متقاطع وغير واضح، لم أسمع. سأحاول إعادة السؤال لعلك تسمعني الآن بشكل أوضح. ضيفي سيد جواد بوك من اسطنبول أيضا يقول بأن حزب العدالة والتنمية لا يقر بفشله، يعتبر بأنه معصوم، سياسات خاطئة في الخارجية والتعليم مثلا هي التي وقفت حائلا دون الوصول إلى حكومة ائتلافية، ما رأيك؟ يعني حسب ما فهمت من سؤالك أجيب، يعني بعض الكلمات فهمت من سؤالك، يصف ضيفك الحكومة العدالة والتنمية بفاشل، وهذا غير صحيح، ولا يدعى أحد ولا حزب العدالة والتنمية بمعصومية، هذا في الاعتقاد الدين الإسلامي لا توجد معصومية للبشر غير الأنبياء. ولذلك يعني يجب أن نركز على هذا، أن حزب العدالة والتنمية طوال حكمه أكثر من 10 سنوات حقق إصلاحات، أجرى إصلاحات كثيرة وحققت نجاحات كبيرة، غيرت وجه تركيا وقدمت تركيا إلى الأمام. يجب أن نعترف هذه الحقيقة على كل الصعود،
على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي وفي كل الصعد كما. ولكن يعني لا نستطيع أن نقول أنه نجح في كل الملفات، لكنه يعني على الأقل الآن لم ينجح وفق تصريحه سيد يلماز. يعني الآن لم ينجح على الأقل في الوصول إلى توافق سياسي ربما يجنب البلاد الدخول في مسطرة انتخابات من جديد، ثم مسطرة التحالفات والبحث عن تحالفات من جديد. يعني لماذا الخوف من الانتخابات أو من إعادة الانتخابات؟ يعني الانتخابات هي الطريقة الديمقراطية للحكم للبلاد. يعني إن كان هناك تعثرت الوصول إلى حكومة الائتلاف، حكومة التحالف، وهذا كانت يعني واضحا من البداية، لأن الأحزاب المعارضة يعني مارست أو كانت حملة الانتخابية للأحزاب المعارضة ضد العدالة والتنمية، وهناك يعني تباين كبير أو هناك اختلافات خلافات كبيرة في وجهة النظر مثلا بين حزب العدالة والتنمية وبين الشعب الجمهوري. يعني صحيح أن هذين الحزبين يمثلان التيارين الرئيسين في البلاد، يعني عدالة والتنمية يمثل التيار اليمين المحافظ، لكن ألا يحاول حزب العدالة والتنمية أن يقصي يعني سيد يلماز، ألا يحاول العدالة والتنمية أن يقصي الطرف الآخر، أن يقصي حزب الشعوب أو حزب الشعب الجمهوري، أن يحاول أن يظهره بصفة المتلبس بالجرم دائما المفسد الذي يعادي البلاد فقط لكي يحصل على مكاسب سياسية؟ هذا غير صحيح سيد الكريم. يجب أن نتذكر أن عملية السلام الداخلي من بدأ بهذه العملية؟ حزب العدالة والتنمية، وبالذات رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية هو من أطلق حملة أو من أطلق مشروع للمصالحة الداخلية. طيب سيد يلماز، دعني أنتقل إلى سيد جواد. نعم، دعني أنتقل إلى سيد جواد، يعني سأطرح عليه السؤال الذي طرحته قبل قليل. لم أكمل حديثي. سوف أعود إليك وأعطيك الفرصة. سوف أعود إليك سيد جواد. هل هنالك خوف لدى الأكراد فعلا من أن يخرجوا من قبة البرلمان، أن لا يحصلوا على ما حصلوا عليه في آخر انتخابات؟ ما الذي تخشونه من الانتخابات؟ ضيفي يقول هي عملية ديمقراطية ولا يجب أن تخشوا منها. أولا، الانتخابات المبكرة جعلت تركيا ضيعنا سنة كاملة، يعني من اقتصاديا ضيعنا سنة 2015 ضيعناه بشكل كامل. أولا يعني حمل تحميل على اقتصاد تركيا حمل ثقيل جدا. وبالنسبة إلى الأكراد، طبعا أكراد حزب الشعوب الديمقراطي كان أنجح الأحزاب، كانوا ناجحين جدا، ونحن سررنا جدا، كنا مسرورين أنهم جاءوا بشكل قوي إلى البرلمان، إلى الساحة البرلمانية. أصحاب حزب العدالة والتنمية هم كانوا يقولون لهم أنكم تتعاونون مع الإرهابيين، انزلوا من الجبال تعالوا إلى البرلمان. عندما جاءوا إلى البرلمان هؤلاء اتهموهم بأنهم إرهابيين يتعاونون مع الإرهابيين، وقالوا أنه لا نعرفكم أصلا. طيب عندما جاءوا إلى البرلمان ألم يبقى منهم جزء يعني يحمل السلاح؟ الانتخابات نفس الشيء. لكن كيف؟ عندما جاءوا الى البرلمان ألم يبقى هنالك من يعني احتفظوا بامكنتهم في الجبال يحملون السلاح في خلاف للعمليه عمليه السلام التي تم الاتفاق عليها؟ لا، انهم كانوا يتفاوضون مع الحكومه، نحن تكلمنا معهم، كلهم كانوا يرحبون. وانا قلت في البدايه ان حزب العداله والتنميه كانوا ناجحين نسبيا في استمرار التفاوض معهم، لم ياتينا جنائز شهداء من الجيش التركي، لكنه هناك ازدواجيه. اقول بصراحه، حزب العداله والتنميه الذي يدعي يعني
مثلا يدعي مثلا أنه يريد يسقط بشار الأسد لأنه يقتل العصابات الإرهابية. أنتم أيضا تقتلون المجاميع الإرهابية، تقولون كل من يقوم بالسلاح وجه الحكومة نحن نواجهه بالسلاح. كيف أنتم؟ لماذا هذا الحق لا تعطونه للنظام في دمشق؟ هذه الازدواجيات موجودة في تركيا وموجودة في هذه الحكومة، وهم أيضا نعم. مع الأسف الشديد فشلوا نعم. في المفاوضات مع الأكراد ورجعنا إلى 10 سنوات سوف ماضية. أعود إليك سيد جواد. إذن مشاهدينا الاستطلاع الذي أطلقناه على صفحتنا على تويتر وصلت نتائجه حتى الآن، حصل ضيفي من إسطنبول أوكتاي يلماز على 33%، بينما حصل ضيفي جواد بوك على 67% من أصوات من شاركوا في هذا الاستطلاع ودعموا وجهة هذه النظر. بإمكانكم أنتم أيضا أن تشاركوا وتدعموا وجهة نظر من توافقكم وجهة نظر أو يقنعكم على صفحتنا على تويتر RTIR Newsroom. سيد يلماز وعدتك بالعودة إليك وأن أعطيك الفرصة، ضيفي يطرح نقاط واضحة في الاختلاف مع العدالة والتنمية التي اعتبرها بأنها قد لا تقود البلاد إلى طريق سليم أو سديد، كيف تردون؟ يعني لماذا لم يؤدي البلاد إلى طريق سليم؟ حزب العدالة والتنمية يدير البلاد منذ 13 عاما وقدمت البلاد إلى الأمام وطورت البلاد إلى الأمام. وكذلك يعني سيد الكريم ما طرحه ضيفك يعني هناك نقاط غير صحيحة. لا أحد حزب العدالة والتنمية لا يعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي حزبا غير شرعيا، بل يعترفه حزبا شرعيا، ولكن يطالب بقطع علاقته مع التنظيم الإرهابي العمال الكردستاني الإرهابي، كذلك يطالب برفض العنف، وكذلك يطالبه بأن بالبقاء في إطار الدستور الشرعي، وكذلك يطالبه بالبحث عن الحلول في البرلمان وليس في الشوارع وليس في الجبال وليس مع السلاح. كذلك يعني القياس بين النظام التركي الديمقراطي، يعني في تركيا دولة ديمقراطية، ولكن هناك في سوريا نظام قمعي يقوم بقمع الحريات أصلا ليس في مكانه. يعني حزب العدالة والتنمية قاد البلاد بنجاح وحقق إصلاحات جذرية كبيرة جدا غيرت وجه البلاد كما قلت. يعني الاقتصاد التركي زاد ضخما بأربع أضعاف، كذلك يعني هناك تطور كبير لا ينكره. طيب سيد يلماز، ولم يزد بأربع أضعاف يعني بسبب وجهة نظر تركيا من سوريا؟ عفوا لم أفهم. هو لم يزد بأربع أضعاف بسبب وجهة النظر التركية يعني تجاه القضية السورية؟ هذا بسبب إصلاحات وبسبب عمل الحكومة، بسبب ما قدمه حكومة العدالة والتنمية من إنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كذلك تركيا لم تبدأ يعني علاقة صحيح هنا أسد أو تراجعت علاقة تركيا مع بعض الجوار، ولكن ليس السبب لا يرجع إلى تركيا سيد الكريم. يعني هناك اندلعت أزمة واندلع حرب أهلية في سوريا لا تخلى لتركيا، تركيا بل فتح أبوابها للشعب السوري الفار من القتل. كذلك هناك يعني منذ احتلال الأمريكي للعراق هناك أزمة في العراق، يعني كذا هناك الربيع العربي أثر على المنطقة على استقرار المنطقة. نعم. يعني تركيا طيب. وقفت إلى مطالب الشعوب العادلة الديمقراطية. طيب. يعني طيب سيد يلماز سوف أعود إليك، أعطيتك الفرصة سوف أعود إليك. نعم. سوف أعود إليك، دعني فقط أنتقل إلى سيد جواد. يعني سيد جواد ربما يعلل البعض هذا القلق وحتى في التصريحات من قبل الأكراد من انتخابات مبكرة والحديث عن كون انتخابات مبكرة هو مبكر هو في نفسه، كل هذا ألا يعبر عن قلق لدى من يقفون مع الأكراد والأكراد من أنهم سوف يتراجعون في الشارع، من أن الشارع لم يعد يقف معهم لن يصوت لهم؟
الشعب هنا يصوتون لهم، يعني في الانتخابات المبكرة بصراحة لا يتغير شيئا كبيرا من هذا هذه النتائج الموجودة في الانتخابات الأخيرة. لكنه هناك اتهامات، صحيح أنه يتهمونهم بأنه عليكم قطع العلاقات مع حزب العمال الكردستاني. طيب إذا قطعوا علاقاتهم مع هذا الحزب في ورائهم، الحكومة التركية تخاطب من؟ من يبقى في وجههم حتى استمرار المفاوضات؟ لماذا كان؟ لأنه حزب الشعب الديمقراطي لهم علاقة مع حزب العمال الكردستاني، أنا لا أستنكر ذلك، لا أنكر ذلك، لكنه إذا قلتم لهم اقطعوا والعنوا يقولون استنكروا هذا الإرهاب. طيب إذا قطعوا كل العلاقات مع حزب العمال الكردستاني تخاطبون مع من لاستمرار المفاوضات؟ استمرار السلام مع من يبقى؟ وهذا هذه نقطة. أن النقطة الثانية، حزب العدالة والتنمية صحيح أنهم جاءوا ببعض النجاحات، نجاحات الكبيرة الاقتصادية الداخلية كانت في تركيا، نعم موجود بحزب العدالة والتنمية بسبب فشل الحكومات السابقة العلمانية المتشددة، أنا أقبل هذا، لكنه إلى أين وصلنا في السياسة الخارجية؟ الآن التركمان في العراق يسألون الحكومة التركية، يقولون أنتم بالقوات الجوية تهاجمون على حزب العمال الكردستاني لأنهم إرهابيين، لماذا لا تهاجمون على داعش كمنظمة إرهابية متطرفة جدا والخطر على الجميع؟ يعني هذه الازدواجية في التعامل مع الإرهاب موجود في البرامج الحكومة التركية. لكن من يقيم هذه العلاقة، يعني بإيجاز من يقيم هذه العلاقة مع حزب العمال الكردستاني، ألا يمكن اعتباره بأنه متواطئ معه؟ أليست هذه الحجة التي رفعت لكي يعتقل بعض القيادات الأكراد في تركيا؟ يعني هذه العلاقة موجودة بينهما، الكل يعرف، يعني الحقيقة في الساحة، الساحة موجودة أن حزب الشعوب الديمقراطي لهم علاقة مع حزب العمال الكردستاني. أنتم كالحكومة التركية والشعب التركي، كثير من المجتمعات المدنية قالوا انزلوا من الجبل وتعالوا إلى البرلمان واعملوا بالسياسة، وهم جاءوا في الساحة الديمقراطية دائما تتهمونهم بأنهم يتعاونون مع الإرهاب. هذا ليس صحيحا، أن على الحكومة التركية التنازل من هذه النقطة، دائما ينظرون إلى الناس من فوق وبكبر. نعم طيب سوف أعود إليك، وبغرور سوف أعود هذا إليك الغرور سيد. جعلهم وحيدا نعم في سوف أعود نعم. إليك سيد جواد، دعني قبل أن أنتقل إلى ضيفي سيد يلماز، يعني وردنا للتو هذا الخبر بأن وسائل إعلام تركية تحدثت عن مقتل 4 من عناصر الأمن وجرح 5 آخرين في ولاية هكاري، إذا حالة مضطربة ما زالت مستمرة. سيد يلماز، ما رأيكم في القائلين بأن هذه الحالة، حالة الاضطراب الأمني، تم التغاضي عنها من قبل تركيا العدالة والتنمية بين قوسين لكي تجد سبوبة كما يقال باللهجات، لكي تجد سببا تأتي به على الأكراد؟ نعم، لو يعني هذا طبعا بعيد جدا، لو كان الأمر كذلك لم يطلق حزب العدالة والتنمية ولا الرئيس رجب طيب أردوغان عملية السلام، كانت دماء تسيل وأطلقت الحكومة عملية السلام وعملت بموجب هذه العملية إصلاحات كبيرة. يعني يا أخي الكريم، من يتذكر تركيا قبل 10 سنوات كانت هناك ممنوعات يعني على المواطنين الأكراد، على الثقافة الكردية، ربما كانت اللغة الكردية ممنوعة، يعني تم إلغاء جميع هذه الممنوعات، والآن يتمتع المواطن الكردي بجميع حقوقه ولا يوجد فرق بين من أصله تركي أو كردي. ولكن رغم ذلك، وكان الشرط الأول لإنجاح هذه العملية سحب العمال الكردستان الإرهابي عناصره من داخل تركيا والإخلاء عن السلاح، يعني ترك السلاح كان الشرط الأساسي
ولا بد منه، ولكن رغم ذلك العمال الكردستان الإرهابي لم يترك السلاح ولم يسحب عناصره من داخل تركيا، ثم يعني أراد الاستفادة من التطورات في المنطقة في شمال سوريا، ربما من في شمال العراق ومن داخل تركيا، وبدأ وعاد من جديد إلى نهجه الإرهابي وبدأ يقتل. يعني من أنهى عملية السلام أو وقف إطلاق النار؟ تنظيم العمال الكردستاني، وليست ولم تبدأ الحكومة التركية بالعمليات الأمنية إلا بعد مهاجمة المنظمات الإرهابية، يعني تنظيم العمال الكردستاني مع تنظيم داعش الإرهابي على رجال الأمن. طيب هل سيدخل الأكراد مثلا، هل تتوقعون أن يدخل الأكراد في مواجهة أوسع داعش في مواجهة أوسع إن حدثت انتخابات مبكرة، رغم أن استطلاعات الرأي الآن لا تشي نعم. يعني بتغيير كبير، هل إذا خرجوا مثلا بنتائج أقل أو خرجوا من قبة البرلمان نهائيا في الانتخابات المبكرة المتوقعة سوف يدخلون في مواجهة أوسع؟ نعم، يعني يجب البقاء في إطار الديمقراطية الدستورية، يعني ما دام البلد ديمقراطيا، ما دام هناك يعني الحلول، يجب البحث عن الحلول تحت سقف البرلمان، والطريق أمامهم مفتوح. يعني هم حقيقة بذلوا جهودا كبيرة ونجحوا بشكل كبير ودخلوا البرلمان ليصبحوا حزبا رابيا في البرلمان، ودخلوا بشكل قوي، وهذه الطريقة مفتوحة أمامهم. ولكن العودة من جديد إلى العنف وإلى الإرهاب، طبعا الدولة لن تسمح. يعني عملية التركية العسكرية، عملية التركية ضد الإرهاب ستواصل. طيب حتى دعني أنتقل إلى ضيفي. نعم، دعني أنتقل إلى سيد جواد. ولن تبقى في البلد إرهابيا. وعفوا أكمل جملتي، يعني حتى إخراج هذه المنظمات من موقع التهديد لتركيا. يعني نعم. الوقت يضايقني، دعني فقط أنتقل إلى ضيفي سيد جواد. إلى النهاية. دعني أنتقل إلى سيد جواد. يعني كأنك تعطي للضيف الآخر وقتا أكثر. أنا حاولت الموازنة وأعطيتك أيضا وقتا أكثر. سيد جواد، كيف ترد على ما تفضل به ضيفي في أقل من دقيقة حتى لا يقول بأنني أعطيتك أكثر؟ الحقيقة أن الرئيس أردوغان في بداية الانتخابات أراد 400 نائب من كل 550 نائب في البرلمان، معنى أنه إخراج جميع الأكراد حزب الشعوب الديمقراطي أن لا يدخلون في تحت سقف البرلمان، هذا هو الذي كان يريد. لكنه عندما نجحوا هذا الحزب، أردوغان تنازل، لم يصل إلى رؤياه أن يكون رئيسا. الرئاسة والنظام الرئاسي مقام جيد، لكنه لا يصلح بمثل شخصية أردوغان الخطيرة الذي لا يرى إلا نفسه. وصلت هذه الفكرة وفعلا أقل من دقيقة لعل ذلك يرضي ضيفي الآخر. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، الاستطلاع الذي أطلقناه بداية هذه الحلقة، يعني أنا أعتذر من قبضة فيها الكريمين، بلاد إصلاحات يعني وخدمات يعني كبيرة سيد يلماز للتقدير وليس للو. سيد نعم سيد يلماز، الوقت يضايقني. نتائج الاستطلاع الذي أطلقناه على صفحتنا على تويتر بلغت 75% لضيفنا جواد بوك و 25% لضيفنا أوكتا يلماز. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين من إسطنبول، ما شاء الله، المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية جواد بوك والمحلل السياسي أوكتا يلماز. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على كرم متابعتكم، إلى أن يجمعنا حوار آخر. دائما اسألوا أكثر.